وبنات المسلمين، انا بترجى كل واحد بصفة شخصية لازم تعدد الزوجات، اصبح فرض على المجتمع المصري. ده انا بفرضه كمان على المجتمع الاسلامي في العالم كله، بفرضه في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي تركيا وفي كل حتة، كل حتة فيها عنوسة لازم يبقى فرض، لازم يبقى فرض. اي راجل مقتدر اتجوز اتنين، اتجوز اتنين على الاقل. انا بقول في رجاله مقتدرين وفي رجاله عندي على الصفحه مقتدرين وفي رجاله عايزه تعدد عدد الزوجات. ما تقولش اصل انا مراتي هتقول لي مش عارف ايه، ما يهمكش، خليك راجل وخلي عندك القوامه وخلي عندك القدره على ان انت تحكمها، ما تخليها تخبط دماغها في الحيط. ده فرض ربنا سبحانه وتعالى، ما بقتش رخصه، اصبح فرض. Thank you.